العديد الإشكاليات والتشكيات نتاع المستهلك، خاصة في مادة استرجاع المصاريف فيما يخص الكنا، مراجعة المنظومة ككل، بمعنى كونه يلزم المريض خاطر كلفة الصحة كبيرة على تونس يسترجع المصاريف نتاعه في أقل وقت ممكن، مع العلم كونه عديد الأدوية المزمنة اللي يحتاجها المريض وحق الصحة مكفول يلقى صعوبة كبيرة فيها صدر على ندرة بعض الأدوية اللي ماهيش موجودة في السوق. وبالتالي لازم نمشيو للوصفة الطبية العلمية على الوصفة الطبية التجارية، بشكاكة نلقاو في الاسم العلمي عديد الأدوية التجارية، وبالتالي ما يتهضمش حق المستهلك في حرية الاختيار بين الاسم في الاسم العلمي في عديد الأدوية التجارية. وهنا يلزم إجبار الأطباء على مد المريض بوصفة طبية علمية، وهذا معمول به في مكثر الدول، ما يخليكش محصور في اسم تجاري معين. وهنا نظرا لنقص الأدوية، نظرا للمشاكل نتاع ندرة الأدوية، يلزمنا نطالب بوصفة طبية، قاعدين نطالب بالوصفة الطبية العلمية على الوصفة الطبية التجارية. هذا مع العلم كون الكلفة كبيرة تاع الصحة، وفقط الكلام على الملفات الطبية باش يقع معناتها يحاول كيفاش باش يشوف أقل وقت ممكن باش يداوي، يعني نلقاو اللي معناتها الوقت طويل، وهنا يجب مراجعة المنظومة ككل. هذا الكلفة الباهظة تاع الصحة في تونس على الكلام معناتها معالجة الإشكال خاصة نتاع البي سي ونتاع الأمراض المزمنة من الجذور نتاعها، بمعنى كون يمكن المريض من الدواء عوضا باش يقعد يستنى أيامات ويقعد يستنى أشهر في تمكينه من استرجاع المصاريف. كل الكلام حمايه روحها بالقانون كونه مترجع على أرخص تواجنيد، لكن المستهلك قاعد يدفع في كلفة كبيرة على الصحة، وهنا بإجباره على اقتناء دواء تجاري بعينه محدد، رغم اللي ثم في الاسم العلمي ثم عديد الدويات الاخرين منها الجنيس ومنها اللي اقلتوا من مخابر مختلفه، لكن نحن اللي يعطيونا الاسم العلمي التجاري بتاع الدواء اللي نمشي له بعين.